بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم كامل سعد قناة تكنو ميكانيك. في بداية الحلقة أتمنى تعملوا لايك وشير للقناة وسبسكرايب بحيث برضو اللي هو عايز يعرف المعلومة تساعدنا ان احنا نوصله عن طريق انك انت تضغط على اللايك وتعمل سبسكرايب للقناة لو انت ما اشتركتش ودي اول مرة بتشوفنا. النهاردة هنتكلم عن مشاكل المرش الهواء في المعدات ان شاء الله في الحلقة ديت. يعني انت هتوصل في نهاية الحلقة ان انا هوصلك لكل المشاكل اللي ممكن تحصل معاك في مرش الهواء، وان انت لو جيت تشغل المحرك وما اشتغلش معاك هقول لك تعمل ايه وتشيك عليه وتفحص ايه بالظبط وانت واقف جنب المعدة من غير ما تروح لفني او تشوف حد متخصص يبصلك على المرش، وممكن تجيب كمان قطعة الغيار وتغيرها. اول حاجة لو انت لقيت المكنة ما بتعملش كرانكينج معاك او الكرانك شافت ما بيلفش خالص، ده ممكن يرجع لسببين. اول سبب ان المرش نفسه ما اشتغلش معاك ولا دور المكنة اساسا، ولا ترس البندكس عشق مع ترس الفلاي ويل، ده اول عرض ممكن يحصل معاك. العرض الثاني ان انت ممكن يكون عندك مشكلة اصلا في حاجة اسمها هيدروليك لوك على احد بساتم المحرك، والهيدروليك لوك ده هو بيروح بيكون فيه ليك مية فوق او تسريب مية من مية المكنة ومية تبريد المكنة وهي واقفة، بتبقى واقفة مثلا 24 ساعة، واقفة اسبوع ايا كان، ورحت تشغلها لقيتها ما بتلفش معاك خالص، وفي زي دقرة في دوران عمود الكرانك او الكرانك شافت. طيب يبقى ده هيدروليك لوك، والمكنة ممكن لو شغلتها في الوقت ده تعمل معاك مشاكل وتكسر بإلا وتكسر كونكتنج رود وتعمل معاك مشاكل. طيب احنا نتجنب القصة دي ازاي؟ ان انا الفف المكنة من على الفلاي ويل من الفتحة ديت، في فتحة هنا فوق المرشة ديت اللي هي بشكل بيضاوي ديت، في ترنينج تول بحطها هنا او يعني عدة او تول بحطها بحيث ان انا الفف المكنة لفة كاملة. اللفة الكاملة دي بتخليني اقدر اتأكد ان المكنة بتلف لفة كاملة، وكده ان انا اتأكد ان المكنة ما فيهاش اي دقرة ولا فيها اي مشكلة ولا فيها اي مية فوق البساتم ولا اي حاجة من دي. طيب يبقى بعد كده هروح على المرش في الحالة التانية. المرش في الحالة ديت بقى اكيد المشكلة فيه. طيب احنا طبعا شرحنا الدائرة بتشتغل ازاي عشان خاطر بس يكون عندكم فكرة الاول. طيب ما اكيد المشاكل مش هتطلع من هنا، بس احنا لازم ناخدها بالحاجة البسيطة خالص. اول حاجة ابدأ اشيك عليها واشوفها، اتأكد ان الهواء بتاعي واصل تمام. الهواء ده هو واصل عن طريق خط نص بوصة هو، اتأكد ان ضغط الهواء بتاعي اللي ماشي فيه الخط ده هو، الهواء ده واصل، وواصل بضغط لا يقل عن من 5 لـ6 بار، يعني لا يقل عن 6 بار، بحيث ان المرش ده هو لما يشتغل يديك عدد اللفات الكامل. يبقى اول حاجة بشوف سبلاي الهواء او مصدر الهواء ده هو شغال ولا لا، في هواء ولا لا، لان انا لو عندي خزان هواء والخزان الهواء ده فضي وضغط ضعف كده انا مفيش هواء جاي للمرش، وبناء عليه كل حاجة بتتم، ولكن ما عدا ان المرش يدور او ان هو يدور ضعيف معاك وما يديكش عدد اللفات اللي هو المفروض يديها لك. طيب اول حاجة يبقى احنا شيكنا على ضغط الهواء، بعد كده نشيك على نتأكد من السويتش اللي في البانل بتاعت الإدارة نفسها، ونتأكد ان السويتش ده تمام وبيدي سيجنال للسولونويد ده، بيبعت سيجنال للسولونويد ده، بحيث ان السولونويد ده هو اتأكد ازاي احل الطبة الحمراء ديت، وابدأ احط مفك في قلب الكويل ده، الكويل ده لما احله احط مفك فيه وابدأ اعمل عملية دوران. اذا اتمغنط الكويل ده يعني اتمغنط معاك يبقى كده الكويل شغال. طيب الكويل تحته ايه؟ الكويل تحته فالف هوت. الفالف ده برضو احيانا بيقفش وما يفتحش او ما يستجيبش للسولونويد. يبقى اول حاجة سبلاي الهواء، تاني حاجة السويتش اللي على البانل اتأكد منه ان هو شغال وتمام، بعد كده اتأكد ان الكهرباء واصلة السولونويد وكل الوصلات تمام والاستاك الكهربائية كلها تمام ما فيهاش اي قطع ولا اي لوز، يبقى كده السولونويد تمام. بعد كده اتأكد من الفالف نفسه واحله وانضفه اللي تحت السولونويد اللي هو الفالف الميكانيك نفسه اللي بيعدي الهواء من هنا يدخله على مجموعة البندكس على النب الحرف ال ده. طيب كده انا اتأكدت ان الهواء بيعدي من السولونويد. طيب الهواء بيعدي من السولونويد، هل الهواء لما بيعدي يخش على منطقة البندكس دي بيطلع لي من الخرطوم ده ولا ما بيطلعش؟ اتأكد بقى ان ترس البندكس في الوقت ده بيعشى ولا لا، وده هبدأ اتأكد منه. لو الهواء طلع لي من هنا تمام يبقى كده كل الدنيا تمام وكده البندكس عشى. طيب بعد كده الهواء جه وخرج لي هنا، الهواء جه وخرج لي هنا، ممكن احل الفيتنج ده واتاكد من البايلوت بيشتغل ولا لا. يبقى دي
رابع حاجه او رابع سبب يخلي المارش ما يشتغلش معايا. لو البايلوت هنا ما استجابش والزبوله اللي جوه هنا في زبوله هنا نحاس، لو ما استجابتش للبايلوت او الاشاره البايلوت اللي جت هنا ديت ودخلت على البيستن فتحته لتحت وعدى هواء كده، مفيش هواء هيعدي للمارش، هتلاقي ترس البندكس بتسمع صوته ويعشق مع الفلاي ويل او حدافه المكنه، ولكن المارش ما بيلفش او موتور المارش ما بيلفش بسبب ايه؟ ان الهواء ما جالوش. ودي تتاكد منها برضو ان انت تفتح الوصله ديت، الوصله الهواء ديت اللي داخله للمارش نفسه وتشوف في هواء بيعدي من البايلوت فالف ولا لا. طبعا في الحاله دي هتحل البايلوت فالف وتشيك على الزبوله اللي جوه وعلى مجموعه الاورنجات اللي جوه وعلى السيت او القاعده بتاعه الفالف نفسه انها بتسيت ولا لا. طيب بعد كده الهواء المفروض لو انا لقيت البايلوت فالف ده سليم وبيعدي الهواء بالكميه اللازمه انها تشغل المارش، ابدا بعد كده ما قداميش حاجه تانية غير ان انا اخش على المارش نفسه او موتور المارش نفسه وابدا احله. لو حليته هتلاقيه قافش والريش بتاعته اللي على الروتور بتاعه قفشه وملمومه مثلا على الروتور، مش بتنفرد مع ضغط الهواء، وبناء عليه مستك او يعني شاحط مع الهاوسنج بتاعه وما بيلفش، او الهواء بيوصل له وما بيستجيبش لعمليه الدوران، وفي الحاله دي بيكون البندكس معشه ولكن المارش ما بيشتغلش. وده راجع سببه الاساسي لحاجتين. اول حاجه ان ممكن الهواء اللي انت مستخدمه ده الرطوبة فيه عالية او نسبة المية فيه عالية جدا، بحيث الهواء ده بيخش محمل ببخار مية كثيف جدا وبيخش على الريش جوه مع ركنة المكنة فترة طويلة، يبدأ المارش ده هو يصدي من جوه والريش تستك على وضعها وما تنفردش، وبناء عليه تلاقي الهواء يخش المارش ويطلع من المفلر او السايلنسر اللي تحت ده، يطلع من السايلنسر ده، يعني تلاقي الهواء داخل وطالع ومفيش الموتور او المارش نفسه ما بيشتغلش معاك بسبب انه مستك من جوه. في الحاله دي بتحل بقى كل المجموعه وتنظف الريش، ويا ريت تستحسن تغير الريش. لو سليمه خلاص مفيش مشكله، لو مش سليمه يبقى انت هتصنفر القلب من جوه وتنظف القلب وبدبليو دي 40 وتنظفه وتعمل له عمليه صيانه وتركبه تاني، هيبدا يشتغل معاك، وممكن كمان تختبره بره قبل ما تركبه. طيب الحاله الثانيه احنا قلنا الهواء محمل ببخار ميه، تمام، ودخلت الميه مع ركنه المارش فتره طويله سببت ان المارش ما يستجيبش لعمليه او لضغط الهواء وما يدورش معاك. الحاله الثانيه ان في عندي لابريكيتور فلتر اهوت، اللابريكيتور فلتر ده محطوط على خط السبلاي نفسه او على خط الهواء نفسه. اللابريكيتور فلتر ده انا المفروض ان انا كل ما يخلص او اشيك عليه ويكلي او اشيك عليه كل اسبوع، بحيث ان فلتر الهواء ده، فلتر الزيت ده، لو انا ما غيرتش الزيت اللي فيه كل فتره هيبدا يعدي الهواء والهواء يعدي من غير ما يتزيد او يعمل عمليه لابريكيشن او عمليه تزييد للمارش. طيب يبقى انا كل اسبوع اشيك على الفلتر ده واشوفه فيه زيت ولا لا، وبنحط له عامه زيت هيدروليك بحيث ان هو خفيف في عمليه السحب، وده بيكون فيه خرطوم من جوه هنا كده، انبوبه تصك هنا من هنا كده وبتسحب كميه بسيطه مع الهواء وهو داخل ليه المارش، بحيث ان هو يزيد الروتور بتاعه وما يخليهوش يصدي مع الركنه. ويا رب تكون الحلقه عجبتكم، ودي كل المشاكل اللي ممكن تحصل معاك في مارش الهواء، ممكن تحصل معاك في بايلوت، البايلوت نفسه بايلوت فالف، ممكن تحصل معاك في السولونويد، ممكن البلف نفسه اللي تحت السولونويد، ممكن مجموعه البندكس ما تعشاش ويكون في معاك مشكله هنا، احيانا بكون مش معاك مشكله في ريش المارش نفسه في الموتور، او معاك مشكله كمان ممكن عشان ما ننساش مشكله في الترانسميشن، الجزء ده كده بتاع الترانسميشن وده مجموعه جيرز، ممكن احيانا جيرز بتنكسر ويحصل فيها مشكله برضو. ودي طبعا المشاكل اللي هي اخر حاجه خالص وانت بتعمل عمليه فحص، اخر حاجه تبص عليها انك انت تشك في الموتور نفسه او موتور المارش نفسه، او تشك في كسر الجيرز او تروس الترانسميشن، او تشك برضو كمان في ترس البندكس، ترس البندكس اللي بعشى مع الفلاي ويل هنا، ممكن ترس البندكس ده فيه مشكله وما بيرجعش او ما بيطلعش او في سنه مكسوره، كل الكلام ده بيحصل في مارش الهواء. واعتقد كده انا يعني ما سبتش حاجه من اعطال مارش الهواء، بس تاخدها من البسيط للاصعب واحده واحده، وهتلاقي نفسك وصلت لسبب المشكله على طول. ويا رب تعملوا سبسكرايب للقناه للي ما اشتركش، وتعملوا لايك وشير بحيث ان احنا المعلومه توصل لكل الناس في اسرع وقت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.